اوه وصول اسماعيليستا للمباراة بهذا الشكل. اهلا وسهلا فيكم بالحلقة رقم 2 من مهنة لاعب حياة واقعية. الحلقة الاولى شو سويتوا فيها؟ 400 الف مشاهدة خلال 3 ايام، 50 الف لايك زائد 5000 مشترك، حطمتوا الارقام. انا ماني متخيل الحلقة التالية قديش رح يكون التفاعل فيها. بدي منكم تحطموا زر الاشتراك يا جماعة، اسرع 100 الف، هي اخر 100 الف نحو المليون، وخلينا نبلش بسرعة. هيا بنا. للتذكير حاليا معنا 2850 دولار. بالحلقة الماضية اشترينا شغلات من التسوق، اشترينا هاي الترامبولين بتساعدنا بالقفز بالتدريبات وتعزيز التدريب 5%، وبنفس الوقت اشترينا فرشة هجينا لحتى نام منيح وسجل، ولكن الفرشة طلعت مضروبة. طبعا مثل ما قلنا لكم بالحلقة الماضية، الاستثمارات التسوق بفيدوك ما بيضروك. بالنسبة للشخصية بالحلقة الاولى رحنا كتير نحو المتفرد اللي شايف حاله، ولكن كانت بتفيدني فعلا مهاجم، ولكن في ناس كتبوا لي بتعليقات وفعلا هذا الصح، فينك توازن بين 3 لحتى تاخذ طاقات من الكل. فحاليا عنا 1357 نقطة بالمتفرد، 258 بالقلب النابض، والمبدع 242، وشوي شوي رح نطور اللاعب. ريت اسماعيليستا ب 18 سنة انتهى ب 73 بالحلقة الأولى، وهو أقوى لاعب بأضعف نادي بالدوري السعودي واللي هو الباطن. طبعا حققنا مفاجأة بالدوري السعودي بفوز كبير بالحلقة الماضية، وكان اسماعيليستا بطل الريمونتادا بتلك المباراة. الحماس كبير بمباراة ضد الاتفاق اللي معه نقاط مثل نقاطنا صراحة، هو مركز 7 ونحن 9، يا له من حماس. وشفتوا قديش الجيم بلاي صاير حماسي واللعبة متغيرة بشكل خرافي، وانت عم تلعب مع اضعف فريق، ففي متعة يا جماعة. تخيل انه تجيب لهم فوز، وطبعا ما بنلعب غير على المطلق من البداية، كانت ممتعة جدا. هيا بنا. نعم اصدقائي، اندريس اسماعيليستا يدخل الملعب لكي يسجل. نعم المدرب بده مني تسديدة على المرمى وبده مراوغات 60% وما بعرف شو. نحن رح نركز على الفوز ونلعب للفريق. يلا يا باطن، يلا يا باطن، خلينا نبلشها بقوة. اسماعيليستا تطور كبير، طبعا سوينا 5 مهارة بالحلقة الأولى. أو بو بو، لا لا لا، المستوى المطلق. فريقنا مستمر بالأداء الضعيف طبعا. خطيرة أولى للاتفاق، برافو الحارس. لا 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 لا، 1-0 للاتفاق، بداية سريعة. اسماعيليستا هل سيرد؟ والله دوري السعودي صعب جدا مع الباطن. طيرة تاني والجلد مستمر يا باطن. شو بدي سوي؟ تقييمي نزل ل 5.7، شو بعمل لحالي؟ يلا هدف ممكن يرجعنا لأجواء المباراة. المشكلة ما حدا معي عم يتحرك، ما معي لاعبين أقوياء بالهجوم. شوف الرجعة، شوف ما أخبار الرجعة. الغامدي حط كرة برات السالم للأمام، خطيرة ثقيلة جدا. النتيجة 3-0، 29 دقيقة، مش ممكن يا باطن. خطيرة ربما الآن الرابع، نعم الرابع السالم. لا يرحم، ماذا يحدث يا مدرب؟ طلعني من هاي المهزلة، شو بدنا؟ أنا مسيرتي هون رح تنتهى، ما حدا رح يعرفني. لا لا لا، صليطي خطيرة حول منطقة الجزاء، تمريرة، يا لهم من اتفاق. جلدونا أكثر من النصر، النصر كنا عم نهدد مرماهم اليوم سيئين جدا. 4-0 شوط واحد، يا الله على الجلد. شوف اسماعيليستا عصب، معصب اسماعيليستا. أسوأ مباراة لفريقنا لحد الآن، صح إنه كنا سيئين بالمباريات الماضية ولكن مو لهالدرجة. اسماعيليستا أوف سايد، نعم ماني قادر أعمل شيء أبدا أبدا مع الباطل لحد الآن بهاي المباراة اللي انجلدنا فيها جلد، اللي جلدنا بالأربعة. اسماعيليستا استلام بين لاعبين، مرور وتقدم، محاولة، شوف ما في حدا معي، يلا ايه فوت صح. ها طيب يلا وحدة وحدة، اسماعيليستا 1-2، يا له من مستوى مطلق لا يدعنا نتنفس يا باطن. أمامية خطيرة الأول، فريق نصف نجمي طبعا، يعني ما رح يكون كل هالشيء، بس الله لا 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 يا مدرب، أنا السبب، عم تبدلني، أنا السبب بأنه أنت، والله عيب عليك يا زلمه. انا شو دخلني بال 4-0، عم حاول بالهجوم يا اخي. حاكي ما تبقى، شو بدي اتفرج؟ بدي يرجعوا 4-4 مثلا. 4-0 اذا انتهت، ولم يتغير شيء من اللاعب اللي نزل محلي. نعم اذا رده الفعل قاسيه جدا في غرف الملابس، هذا المدرب الفاشل اللي بيحمل اللاعبين سبب خسارته. في هون عندك قرار ممكن نزيد نقاط المبدع، خلينا نركز على نقاط ثانيه تقوينا بشغلات ثانيه. شوف حاليا انا زايد بالقلب النابض وبالمبدع، بالهدوء والتحمل والرؤيه والتسديد الهوائي، فراح نحاول نوازن بين الثلاث. ممكن بحصة تدريبية نرجع ثقة المدرب. نعم إذا وصلنا مستوى 9، لما نوصل ل10 رح نقدر نفتح أكثر من ميزة عنا. ترتيبنا بالدوري صار أسوأ، صرنا مركز 11 والاتفاق راح للمركز الثالث. إذا في كم نقطة مهارة جتنا استخدمناها هون كمان بالمراوغة مرة ثانية. طبعا بالنسبة للفلوس حاليا أنا ما رح أشتري شغلات بسيطة مثل هدول اللي اشتريناهم الحلقة الأولى، رح أحاول أجمع وأعمل استثمار أول يخليني يصير معي شوية فلوس. طبعا اللي يصير معي 51 ألف لازم أتعب كثير
وحقق نتائج وجمع مصاري. طبعا ممكن اعمل استثمار بفريق العاب رياضيه الكترونيه، مخاطره راح تكون منخفضه، نحن بندفع 51,000 وبنربح 59 ب 30 يوم، فلما يصير معنا فلوس راح نبلش. اذا صار معنا 7,000 راح نخبيها مثل ما قلنا لكم للاستثمار. وحاليا لنشوف مباراتنا ضد الوحدة اللي معه 4 نقاط، والله فرصة لانه نفوز. طبعا هن مركز 9 ونحن مركز 11، فرح نجرب. اذا على ارض الوحدة وانا اساسي مرة تانية بثقة المدرب، رح نحاول نعمل شيء. هيا بنا، يلا هدف ممكن يولع المباراة. اسماعيليز تتقدم، تمريرة حلوة، يلا الاول لا تضيع، حلوين 1-0. اذا بصناعة رائعة، صناعة حاسمة اذا من اسماعيليز، وهدف اول للباطن. في امل كرة القدم فوز وخسارة، خسرنا المباراة الماضية، هاي المباراة راح نولع فيها باذن الله. شوف التمرير الحاسم من اسماعيليز، بدأت اللمسات وكرة جميلة جدا. يلا تاني ممكن الدقيقة 5 نحسم المباراة. حلوين مبلشين بقوة، واحدة رابونا يا ولد. اسماعيليز مهارة كبيرة ومحاولة للباطن، يا الله فول. اللاعب اللي ضربني صراحة اعطاني ضرب الحرة علي، حلو، شكرا مدرب، شكرا. شكلنا ممكن نسجل اول اهدافنا في ضربات الحرة. يلا يا اسماعيليز تمام الوحدة، احسمها. طبعا نظام جديد ما راح اعرف كيف شوطها، راح احاول شوطها من هون هيك تحت او بنص الكرة، خلي تروح. هيا بنا، ربما يا اسماعيليز، خطيرة للباطن او للوحدة عفوا. اخ 1-1. اذا يلا وحده بس وصلوا لي اياها انتم، صح، بس وصلوا لي اياها صح. ساعه يا رجل ساعه، دفاع نقطه افضل من لا شيء، كل شوي بنتنازل عن شيء، اخر شيء راح نتنازل عن الخمسه 1 هذه جدا. يعني الباطن مهيئ لكل شيء. اسمع لسه ممكن سبرينتك يا ولد، حلو سبرينت، 1-1، مرور ربما الثاني، باور شوت مرت ولكن جميلة وحلوة، خطيرة الفرصة، خطيرة، باور شوت جلدنا، هذا جلدنا جلد. هذا مين هذا المحترف؟ كله ما شاء الله الدوري السعودي كله محترفين، حتى الأندية المتوسطة كلها محترفين. شوف على الباور شوت مع الهايبر موشن أنسيلمو، بام 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 بام. هيما بدك تسجل هيك اهداف يا اسماعيليز، ما حدا عم يصنع لي لحتى تسجل، ما عم شوف المساحات. قلبوا النتيجة 2-1، مرتدة حلوة، اخطفها يا عيني، يا والله فيها فاول يا اخي، طبطب قطعتها. يلا ممكن تاني نولع المباراة. وحدة انا فتت صح، يا الله كيف جابها المستوى المطلق، كذب يا جماعة. يلا اقطعها، لا 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 لا، تسلل الحمد لله. يلا حلوة اسماعيليز، ربما الآن تمريرة، هاتها مرة ثانية، مرة إلي باور شوت، كيغالاس من اسماعيليز. أعطونا يا هايبر موشن أو باور شوت، يعني شوف بدك أقوى من هيك تسديدة، شوف بوم 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 من جوا منطقة الجزاء، باور شوت مع ميزة التسديد، ويا عيني على 90 وجابها الكبير الإسباني. حلوه جدا، واحده ويا برافو الحارس، نقطه على اقل تقدير. يلا اذا غرف الملابس، يعني بين الراضين ولا، بس المدرب حط ثقته فيني بعد ما جبت له طبعا هدف، حققت مهمتين من 3، صار معي 9,000 وشوي عم نقترب من الهدف. الانشطه، في شيء بدنا نقرره؟ نعم، نقرا كتاب حول لاعب كره قدم مفضل لديك، حول ميسي او رونالدينيو. اخذنا 10 نقاط بالقلب النابض و30 بالقلب المبدع، ومستمرين بعد التعادل ترتيبنا مركز 11، ما زال 4 نقاط، الوحدة صار 5، ومين المتصدر؟ الايتي الهلال الرابع ب8 نقاط، وما زال الدوري بالبداية. والله رح جرب القوة البدنية، ما بعرف اذا بيمشي حاله، وبنرجع بعدين بنحط ميزة ثانية لما نوصل ليفل 10. اذا بدلت الحذاء لهذا الحذاء، الحذاء هذاك ما عم يجيب لي نتائج، ما عم يجيب لي شيء حلو، هذا بشوط باور شوت اكثر، عم بمزح طبعا، ولكن بدل الحذاء حاليا. اذا بالنسبة للهدافين لازم يكون لي اسم، خلينا نشوف هلا. نعم انا مركز 6 مسجل 3 اهداف، طبعا الاول حمد الله من الاتحاد 5 وكاريو من الهلال 4، فقريبا جدا. تخيل يكون هداف مع اضعف فريق حاليا، رومارينو ملك الاسيست وانا مركز 10 باسيست 1. مباراة ضد ضمك على ارضنا، وضمك وين؟ باي مركز؟ ضمك مركز 7، 7 نقاط، ممكن نعمل شغل بهاي المباراة على ارضنا، فخلينا نركز فيها 100% على المطلق ضد ضمك. طبعا انا اساسي
مشكلة اللي معي بالهجوم ما أقوياء، لو معي مثل بيدروزا وماوريسي هدول اللي بالدفاع والحارس أقوياء كان ممكن نعمل شغل جوا. هيا بنا وصول إسماعيليستا للمباراة بهذا الشكل بالطقم الرسمي لمباراة كبيرة جدا. ماك شكلهم ما عندهم مزح، من البداية نازلين جلد خطيرة. 1-0 الدقيقة 4. 1 ضمك لا شيء الباطن. اضغط يا اخي اضغط، بكفي يا اخي بكفي. اداء سيء جدا 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 على ارض. المشكلة الاداء عم يتفاوت، احيانا ضد فرق قوية عم نلعب صح، والمباريات اللي ممكن نفوز فيها عم نلعب غلط. نحاول نلعب ونبني هجمات. اسماعيليستا يحاول العودة في المباراة. يلا وحدة صح. اسماعيليستا حكم ضربة جزاء، ضربة جزاء واضحة. الحكم يقول لا، عادت مرة أخرى، الكرة ما زالت. زميل جمال الشريف في اللقطة الماضية تدخل واضح. والله ما فيها شيء صراحة، ما فيها شيء، بس يعني شكله من بعيد كان فيها دفعة. يا اسماعيليستا يا ممثل، أنا معرض للاستبدال مرة تانية. الحك المدرب عم يحط لي سبب، وهاي ابلع الثالث يا مدرب، شو اعمل لك انا طيب؟ شو انا الوحيد اللي عم حاول اشوف، حتى برجع الدفاع وبقطع الكرات وقاعد هسه عم يهددني بالتبديل، شو اعمل لك اكثر من هيك؟ وهاي توزيع وهاي تمركز، شوف هن اللي عم يخبصوا، انا ما دخلني يا مدرب، لا تقيمني معهم، انا نجم الفريق. اسماعيليستا وسط الميدان يحاول يلعبها في ناحيه اليسرى للباطن، ربما هدف اول، محاوله وتقدم. وصلوها لإسماعيليستا، واحدة باور شات يا ولد. يلا فوت صح ورح وصل لك اياها. شايف صناعة الألعاب هيك، وصلوا لي كرات. هلا بيضيع. حلوة في الشباك، حلو تسجل لي صناعة ألعاب. وهاي أنا هذا اللي بدي إياه، بدي واحد ورا فعلا يمر بهذا الشكل ويصنع. اسماعيليستا مايسترو بذكريات الأندريس إنيستا. اسماعيليستا يضع أمام المرمى وهدف جميل للباطن. يلا اخر كم ثانيه ممكن نجيب هدف ثاني. اسماعيليستا تقدم، فوت معي صح، شوف تمريراتي، روح استغل تمريراتي، استغل متعتي قبل ما اموت يا مهاجم الباطن. راحت الكره ومرت 3-1. طبعا المدرب كالعاده راح يحطه براسي، مع انه والله كان اداء جيد. المهام ما بتهم، يعني احيانا ما بتهم، حسب مجريات المباراه بدك تلعب للفريق. صنعت لك هدف حاسم الوحيد بالمباراه، قاعد عم ينقصني 25. اذا مباراتنا ضد الطائي بصرنا مركز 14 يا شباب، عم نروح شوي. الطائي مركز 9 7 نقاط، نحن 4. اذا خسرنا ممكن نصير مركز اخير، والمدرب حاططني بديل فوق، ربما ينزل لي باخر الدقائق. 1-0 للطائي ونزل لي بالدقيقه 64. هيا بنا، والله الاسم غريب شوي، لازم يغيروه. هيا بنا، اسماعيليستا 1-1 يمر يتقدم يحاول. وين المساند الصح؟ وين التمركز الصح؟ كره عند اسماعيليستا، يحاول مازال يبحث عن زميل، حطها بشكل جميل، عوده، انا سبب الهدف لو كان، لكن لا يوجد من يسجل الهدف الثاني. القاتل نعم سجل الثاني الطاي. شوف ما احلاهم كيف يدخلوا على منطقه الجزاء، بيلعبوا تيكي تاكا جوا منطقه الجزاء. نحن فريقنا اذا وصل انجاز. نعم ثالث خساره اخرى 3-0 من الطاي، طووا صفحة الباطن وفاز. شوف حزن كبير، بلش يعصب اسماعيليستا، حتى صديق كلهم بيعرفوا ان اسماعيليستا هو عم يقدم اداء كبير، عم يواسيه مشان يضل بالفريق. يا اندريس، يا لها من اجواء حزينة بعد هذه الخسارة. المدرب ناقص 25، رحنا لجهة سيئة جدا. شوف المهام كمان سيئة. طب والله العظيم نزلني 3 دقايق، ما قدرت اعمل شيء. حاولت اصنع 13350، حتى الراتب الله يستر ما يطاوعه علينا. طبعا هون عندك قرارات لازم تعملها، اعمل على خط التطوير مع المدرب، ممكن ليش لا. هزيمه في الديربي، هذا كان ديربي، والله ما لي خبر انه ديربي. انا مستوى 10 حاليا، صار فيني اضيف ميزه جديده، وعندنا مباراه ضد الهلال. يا اخي لعبني اساسي ضد الهلال، بلكي بياخذوني اعاره يا اخي، حرام علي. عندنا قرارات بالهالوين يا اخي، ما عندنا هالوين نحن بالسعوديه ولا بسوريا ولا بمكان. خلينا نضيف ميزتين مع بعض. اذا القوه البدنيه، هلا في هون شيء اسمه تسديده من اللمسه الاولى، هاي حلوه، والقوه البدنيه ما كثير عجبتني صراحه. راح اخذ الميزه الثانيه، تكون تسديد هاي تبع الجلاده من داخل منطقه الجزاء، حلوه. طب شوفوا سويت شغله ربما تفيدنا، زدت السرعه والتسارع، السرعه وصلتها 90 ونزلت من المراوغه شوي مع الحفاظ على 5 نجوم مهاره.
شلت النقاط من هون، ربما السرعة الزائدة تفيدنا، وعندنا مباراة حاليا ضد الهلال لازم انفجر فيها واثبت الذات. إذن مباراة الهلال راح ينزل فيها الدقيقة 61 وفيتو سجل الهلال. يا صعب المباراة، صعبة جدا، ولكن ضد النصر قدمت أداء كبير، ربما اليوم كمان قدم. شكرا يا مدرب لأنك ما عم تلعبني أساسا ضد الهلال، شكرا لأني أنا أفضل لاعب الفريق وعم تخليني بديل. ما علينا، ألوان الفرج على تنفيذ الركلة الركنية الهلالية الذي يشجع من الأعماق. كيف سأسجل في مرمى الهلال في هذه المباراة؟ أصلا خليني أسجل وبعدين أحكي. ما راح أقدر أوصل للمرمى. سلمان تمريرة وهدف ثاني هلالي عن طريق سالم الدوسري. لا لا سالم، لا لا والله عيب. ولو سالم الدوسري تمام، رحت خلطت النصر عيني وراسي، بس مو تخلطني انا، انا بشجعك، انا بشجع الهلال. شوف والله خلطني، خلطني بالتسديدة وخلطني بالاحتفال. والله اذا سجلت لا اخلطك يا سالم، اقسم بالله يا سالم. مين بيخلط احلى؟ راح تشوف حاليا مين بيخلط احلى. اسماعيليستا يتقدم، وين انطلاقتك يا مهاجم؟ روح روح عم ينسلني ار دبليو المدرب الكلب. الكرة خطيرة، ما زالت وصلني اياها، هلا رجع حطني اس تي باخر لحظات. اسماعيليستا امام دفاعات الهلال يحاول التقدم، شوف الضغط يا لطيف الطاف. والله شوف شو هذا، هذا ضد البشرية، هذا وين الالتحام لاعبي ما زال شوف 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 ضل يلف 10 ساعات على الارض. وحدة ضد الهلال مرتدة. اسماعيليستا بدي حدا يرجع لي تمريرة للثانية صح، حلو لأول مرة وصلتني. شوف هلا الدفاع راح يطيرني. اسماعيليستا التسارع حلو، التسارع حلو، التسارع حلو، باور شوت. تعال يا سالم لا اخلطك، كان ممكن اخلطه لسالم الدوسري. ما علينا ما علينا، حلوين هددنا مرمى الهلال والمباراة ولعت. ركنية ربما حطها هوائية في مرمى الهلال، عادت وحدة 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 ار2 وحدة ار2 وحدة ار2 يا اسماعيليستا. يلا مرة أخرى أمامية، وحدة طيب، وحدة بس، وحدة بس، شوف الهرب ما أحلاها. تقدم محاولة في مرمى الهلال، تعال هذا طيرني من شوي، تعال اعمل عليه مهارة. الكرة خطيرة خطيرة، تمريرة جميلة في مرمى الهلال. يا معيوف يا معيوف. اسماعيليستا لمسة، يا أخي يا حكم في فاول، هذا قاعد عم يطحن طحن هذا. ماريجا ماريجا سلمان كمان ما بيخلط سلمان، لا لا ما بيخلط سالم، بيخلط سلمان ما بيخلط. ما بعرف، حاسس نهاية طرد من هذا النادي، ما يطردوني على خير يطلعوني، ان شاء الله يطردوني، يعطوني اي فريق اقوى يا اخي، حرام عليك. نعم حزين جدا، والمدرب عم يرجع بيحطني على الدكة. معليش مدرب، شكرا شكرا لانك عم تحط اللوم كله علي. طبعا صار معي 17550 ومشيانين نحو 51000، اول استثمار راح يغير حياتي باذن الله ويخلي الفرق تهتم فيني لانه معي مصاري، ما له علاقه، بس خلينا نلعب ضد ابها. 0-0 دقيقه 62، حلو حلو التحدي، ممكن نسجل ونجيب 3 نقاط. خطيره 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 خطيره، لا 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 يا اخي لا. دفاع وصلوا لي اياها، بلكي بنقدر نجيب تعادل على اقل تقدير. خطيرة، والهدف الثاني. روح 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 باليسار. طب وين رحت؟ طب اصبر شوي، في شيء اسمه تسلل بكرة القدم يا لاعبين الباطن يا. ايوه يا عين، شوف كيف عم يلعبوا فينا جوا منطقة الجزاء، وشوف كيف بيسجلوا. الله عليكم، هذا فريق كرة قدم هذا. شوف 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 شوف, شوف وين عم ترتد وين عم ترجع. وبعدين مع المدرب، وبعدين مع هاي المدربة امزكي. وصلنا المركز ما قبل الأخير، وعندنا مباراة مع الأول. لاعبني أساسي يا أخي، بلكي بسجل. أوه الاتحاد صار بعيد، التعاون تصدر. هاي حصة تدريبية يا مدرب يا أخي، عن جد عن جد لاعبني أساسي، بالله عليك والله والله هذا حقير هذا المدرب. 3 نقاط راح أرجع أضيفها للسرعة إذا بقدر. نعم بنقدر، صار التسارع 85 وسرعتي 90، انا اخر شيء ومنقفل السرعه تقريبا 96 وتقريبا 92 تسارع، راح افتحها بخمس نقاط ان شاء الله اذا اجاني. والشخصيه ما زالت عند المسيطر، بس في توازن القلب النابض والمبدع بنحاول نزيدهم لحد الاستثمار 30% من فلوس الاستثمار، لكن ان شاء الله اسبوعين عم يجينا رواتب عم نخليها. مباراه ضد الايتي راح اكون بديل. الاتي كم جالدنا؟ 0-0 والله، 0-0 ونزلنا 64. هيا بينا بلكي بنعمل شيء ضد الاتي، ضد الاتحاد، ضد حمد الله. الاتي خطير، حمد الله هداف الدوري يحاول بالكعب. التاوية يريدون النقاط الثلاثة، الباطن يريد أن يبتعد عن المركز الأخير. حلو حلو حارس، يلا حلو. اسماعيليستا بده يحاول يستلم بالراس، نزلها ما في مساندة، عم نحاول ضد الاتي للأمام للشمراني.
شمراني يتقدم، شمراني ومرر، حمد الله لا يرحم امام المرمى. حارسنا شو هذا؟ هذا حارس جديد ولا هذا اللي صاحب رقم 80؟ جيبوا لي اسمه، هذا اخذ رقمي. هذا هاي وحده، هاي وحده، والثانيه وين؟ جميله جدا في الناحيه اليمنى. اسماعيل يسته بالسرعه امام الاتحاد، عرضيه لحالك يا ابن الحلال، مركز صح. اسماعيل يسته طلبها، شوف التمريرات السيئه وين. لا 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 لا، نقطه اهم، نقطه اهم، رحلها الحارس، ولكن الاتحاد في الدقيقه 82 كان ممكن حتى نفوز. والله اجتنا فرصه هاي العرضيه، طيب وصلوا لنا باص صح، بس باص صح لهدا، بس باص صح. ايوه ايوه وحده صح، وراح جيبها اسماعيل يسته. يلا يلا يلا، ممكن الاخيره، الاخيره القاتله في مرمى ليتي للامام. ادخل صح، ادخل صح، لا تتسلل حلوين. يلا يا باطل لا تروح، لا تروحها يا عيني. اسماعيل يسته مش ممكن، مش ممكن. يعون الوقت لكي يكسبوا هذه الثلاث نقاط الصعبه جدا ضد الباطن. ايوه قاتلوا على الكره. لا يا حكم، لا يا حكم، لا يا حكم، عم يحاول يمررها كان. يا اخي ظلم تحكيمي، والا كنا متصدرين هلا. نعم ضربه الجزاء، حمد الله سيسجل المغربي. بوم 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 بوم، 2-0، مباراه كبيره دراماتيكيه. حتى عم يدوروا لسه هدف ثالث. رجعت انا منطقه الجزاء والكره في الشباك، جابوا الثالث بعد ما انتهى الوقت. شوف الفريق والاحباط مستمر، والمدرب عم ينقصني دائما وابدا. 21000 وانا عيوني على الفلوس وعيوني على الاستثمار لحد الان. بدنا ندفع 1000 دولار على الهالوين، والله ماني دافع. هذا هذول احتفالات الاجانب ما دخلنا فيها، نحن مسلمين، حطوا لي احتفال العيد الاضحى. اذا عندنا مباراه اخرى ضد الفتح، خسراني 1-0. هالمره راح العب فقط لحظاتي اللي راح تجيني، لانه جلطوني، بلكي بيعطوني شي فرصه هيك اسهل من انه نلعب المباراه كامله. مركزي اس تي من المدرب اعطاني اياه، خلينا نحاول، اعطونا فرصه حلوه. والله شكلها هاي الفرص تجي حلوه، بس المشكله ما بيعطوك كثير. خلينا لا كثير حلوه، كثير كثير حلوه، ما شاء الله اضعف فريق بالعالم. الرفعه ما بيعطيني اياها. ما علينا، يلا يا باطل، يلا بلكي الثانية، 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 ايوه ايوه. اسماعيل يسته قالتي بدايه 87 وما زالت 1-0 للفتح. هل بنجيب هدف؟ طيب طلبناها، لعبناها، حلوين، رجع لي اياها بشكل صح. طب رجع لي اياها وطلبتها، والله حرام يا اخي، حرام يا اخي. اذا رح نوصل لاخر سرعة 96 و 92 تسارع حاليا مثل ما شايفين، والمراوغه لا باس بها، وان شاء الله هسه بيجينا نقاط. ومعنا حاليا 23850 دولار، والمدرب ما زال مصر انه يلعب احتياط. طبعا رجع نزل البدايه 61 كالعاده، متعادلين 0-0. العب كاسماعيل يسته اللحظات، فحاليا ممكن اخترق، بس ان شاء الله ما يضيعها او يمررها غلط. حلو، ممتاز، سريع سريع، سرعه 96. اسماعيل يسته من زمان ما سجلت يا اسماعيل يسته. قال 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 قال، منذ زمن بعيد لم نسجل ولم نحتفل. 1-1 اذا عدلوها ونهوا المباراة. هل الحصة التدريبية بعد الهدف ممكن ترجعني اساسي ولا لا؟ يا مدرب يجيني فرص اكثر. لا لا، المدرب خلاص حط بمخه انه انا ماني اساسي. اذا عندنا مباراة ضد التعاون اللي معه 19 نقطة وهو بمركز متقدم، شكله كان المتصدر من شوي، هو حاليا من يلا 1-0 ضد التعاون لحد الان فايزين. ونزلني ار سي ام قلب وسط يا جماعة، حطني بوسط الميدان مركزي. ما علينا، يلا الكرة معي وراح نحاول نلعب مرتدة. مدرب مجنون يا اخي، انا شو دخلني بخط الوسط؟ شوف الصناعه الجميله من اسماعيل يسته. يلا ممكن، ممكن سجل مره ثانيه يا اخي. والله ما طلبته، اقسم بالله ما طلبته يا اخي. 2-1 للتعاون. النتيجه اعطونا الدياسته، مثل كانه عم يقولوا لنا راح تخسر، راح تخسر يعني. يلا بلكي بجيبوها، يلا يلا يا عيال، خطيره. ضيعوها ضيعوها، الاوضاع تزداد سوءا، حتى اول استثمار ممكن يغير حياه اسماعيل يسته. معي 30000، يلا بقي القليل 20000 ومنوصل ان شاء الله. حصة تدريبية مهمة لحتى شوي من ثقة المدرب ترجع. 13 مستوى، 13 حلوين، ومعنا 3 نقاط مهارة، عم نتطور بشكل سريع. راح اعمل شوية تدريبات بدنية ربما تزيد اللياقة شوي ونأدي أكثر بالدقائق الأخيرة. هاي 3 نقاط حطيناها للبدني. إذا الشباب 19 نقطة. إذا نزل لي ار دبليو هالمرة، بس في جليتش. وين أنا؟ شوف الخريطة، شوف الخريطة والله تحت، شوف أنا عند حارس مرمانا. شو هالمسخرة يا فيفا؟ حرام يا اخي، يلا بلكي بنسجل. شو هاللاعبي؟ وين لاعبي بهاي الهجمة؟ يلا مرتدة دقيقة 75، 0-0، حلوين. بلكي بنفوز هاي المباراة ضد الشباب، لازم انطلق خلف المدافعين، ربما سريع اسماعيل يسته. يلا هدف الفوز في مرمى الشباب.
يلا شوف القتال وكرة، يا الله مستحيل هذه الفرصة. 0-0 لساتها الدقيقة 82، أعطونا فرصة ثانية. الكرة وين رايحة؟ مو معروف، رايحة على اليسار، راح أحاول أدخل منطقة الجزاء وأطلبها. حطها صح، حطها صح، برا، تسلل يا على كرة، على كرة. اسماعيل استهدد بالكرتين، واحدة بالعارضة واحدة بالراس. نعم اطلب زيادة بالراتب، راح اطلب زيادة بالراتب لحتى استثمر اول استثمار. 6400 راتب جديد، حلوين جدا. انا نجم الفريق، حتى المدرب لو حطني هيك على الدكة انا ما دخلي. اذا راح ناخذ هلا 6400، 3 اسابيع ان شاء الله بنجيب ال 50000 وبنفوت اول استثمار. قصة تدريبية لحتى ما يحطني احتياطي، يعني احتياط احتياط راح نصير يا جماعة. خلينا نرجع نرفع شوي من ثقة المدرب. ما بعرف يعني انا عم يحط اللوم علي، مع انه انا ما باللام، عم جيب له فرص، عم بعمل له كل شيء. مستقبلك في الباطن، يجب ان اعلمك انك لست من بين اعضاء خطتي القادمة هنا في الباطن. لقد وضعتك على قائمة الانتقالات وسأعلمك متى وافقت على عرض لك. المدرب آلين هورفت. بدي الفزعة من اخواتنا في السعودية، بدي الفزعة من اخواتنا في السعودية. نروح نجيب راسه لهذا المدرب الكذاب هذا، والله انه كلب. حطني على قائمة الانتقالات يا جماعة، معلش خليها تجي منك احسن ما تجي مني. اذا حاليا انا بقائمة الانتقال، هو بده يبيعني وانا بدي اطلع من النادي، لانه اصلا لاعبي اقوى ورفعت الراتب على هالاساس. هو ممكن حطني ضعف فريق بالدوري السعودي، طردني وتخيل ضل بلا مين. بدي عروض، بدي عروض، يعني اذا ضليت بالنادي راح يحطني دكة دائما هذا الكلب المدرب. الانشطة صار معي 45000، 5000 شائعات الانتقال. شوف انا راح رد على شائعات الانتقال باجتماع لتصفية الاجواء، او غادر قبل ان يطلب منك ان ترحل. حلو حلو حلو، راح اعمل هيك، راح غادر بدون ما تقول لي انت ارحل. او جاني طلب من ريفر بليت الارجنتيني، والله حلو، ولا مرة لعبنا بالدوري الارجنتيني، ممكن ولا لا؟ والله انا شايف فيها متعة، فيها متعة بريفر بليت الارجنتيني يا جماعة، فيها متعة. طردوني من السعودية للارجنتين، المدرب بده ياني يطلع، وجاني عرض 6800 بالاسبوع، ممكن نوافق عليه ونطلع من الدوري السعودي مبكرا بعد طرد المدرب لأضعف فريق. آخر أيامك مع الباطن يا إسماعيليست، صار فيني استثمر. شوف يا سيد يا مدرب، أنت حرمت فريقك من استثمار $50,000 من لاعب. اقرأ كتابا حول لاعب كرة القدم المفضل إليك. لاعب المفضل هو لاعب ريفر بليت الكبير. الاستثمار ما راح نعمله بالسعودية، راح نروح نعمله بالأرجنتين. شكارة بهذا المدرب اللي حطنا على قائمة انتقال بدون ما نعم رحنا على الأرجنتين، حطنا على قائمة انتقال وقال لي مستقبلك مانو هون. إسماعيليست طرد من النادي ووصل لريفر بليت في سيناريو كبير. وشوف أهلا وسهلا، شوف هون بيعطوك إيميل، مو مثل هذا مدرب الباطن. آخ آخ يا إسماعيليست، على بداية قوية طبعا، انتقال حلو وإن شاء الله دوري أرجنتيني ممتع جدا مع أجواء وتدريب منذ البداية، وإن شاء الله يكون المدرب الجديد جيد. طبعا حملنا قميص ريفر بليت بانتقال مبكر جدا بعد منتصف موسم، وكان سيء جدا طبعا الموسم الاول، وحاليا وصلنا الارجنتين. خلينا نشوف الترتيب من البدايه. مباراتنا مع بوكا جونيورز راح تكون خياليه، طبعا في عندهم 28 نادي يلعب مباريات لحتى تدوخ، معرض للاصابات، معرض لكثير شغلات. واول شغله راح نعملها استثمار. طبعا اول شيء راح نقابل الزملاء، اعطونا 50 بالقلب النابض، وبعدين راح نروح نعمل استثمار الارجنتين. نعم اذا فريق العاب الكترونيه، وفي عندك تطبيق هاتف واحد منهم. انا راح اعمل فريق العاب رياضيه الكترونيه، راح نجيب رعاة ارجنتينيين ممكن يضبطونا. معي $64,000 حاليا، هيا بنا اول مشروع. اذا بعد 30 يوم ممكن يربح معنا ويصير معنا ميزانيه اكبر لاسماعيليست اللي وصل الارجنتين وصار يشوف حياته شوي. اذا اول حصه تدريبيه بريفر بليت مع المدرب جالاردو، هل ممكن يلعبني؟ لا، لحد الان بديل عادي جدا، لساتني وصلان جديد. ممكن اثبت الذات مع ريفر بليت. طبعا جمهور ريفر بليت متحمس لوصول اسماعيليستا راحة مع هاي الربطة ومع هذا ستايل. انا حبيت الموضوع جدا، وجمهور ريفر بليت مجنون يا جماعة، وخصوصا مباراة البوكا اول مرة بننتقل لهيك دوري يا جماعة، حماسي جدا. اذا الاستثمارات ربحت معنا يا جماعة، واصلا احنا معنا 40,000 بهذا الشهر التوقف. اعطوني راتب قبل ما بلش، واوضاعي بريفر بليت بطمنكم جيدة جدا.
ربحنا بالاستثمار، نفسيتنا مرتاحة حاليا بهذا الاستثمار الكبير، وصار معي 100,000 دولار. بقدر استثمر بشيء تاني، بس يصير معي 102 راح استثمر بمشاريع صغيرة، ضلنا 1,000 دولار فقط وممكن نربح لل 118,000. المخاطرة كمان منخفضة بهذا المشروع. شوف صار فينا نوظف مساعد لنا ب 30,000، بتعلي القلب النابض وصير معنا مساعد مدرب للغات، نتعلم لغة أرجنتينية أنا شايفها مناسبة. بس أول شيء خلينا نفوت بالاستثمار هذا، وبعدين راح نتعلم لغة أرجنتينية ونوظف مدرب شخصي. هون النوادي يا باطن، مو هنيك نضل نلعب مباريات بالاسبوع 3 مرات، هون بدون ما العب عم بكسب فلوس. خلينا نستثمر بالمشاريع الصغيره، نشوف. ضل معنا 6,000، هل فينا نعمل فيها شيء؟ لا لسه ما فينا نعمل. كم راتب؟ وان شاء الله راح نظبط وضعنا بالشغلات الشخصيه بالتسوق. اذا اسماعيليستا عم يطبل للفريق صراحه، باختصار يعني اسماعيليستا عم يطبل لريفر بليت لحتى يلعبوا اساسي مدرب، لحد الان عم ياخذ اللي بده اياه. اذا ربحنا بتمويل المشاريع الصغيره، وصار مع اسماعيليستا 156,000. ممتاز جدا، في استثمارات قريبه مثل علامه تجاريه بصناعه الملابس، راح بيع ملابس يا جماعه، بس هاي فيها خطورة متوسطة يعني ممكن نخسر. خلينا نتعلم لغة أرجنتينية ونوظف مدرب للغات، 35,000 دولار أكيد مشان نصير شخصيتنا أقوى بالتصريحات وبهيك شغلات، ونجيب مدرب شخصي يكون معي دائما وينصحني بالدوري الأرجنتيني العنيف جدا اللي راح يكون في مباريات كتيرة. أوه إذا راح تبلش المباريات قريبا، في مباريات بالكوبا ليبرتادوريز، من زمان بدي العب هيك بطولات، والله فيها متعة يا جماعة، هاي فيها أندية برازيلية ومكسيكية يمكن وأرجنتينية، راح نشوف ونكتشف شوي شوي. إذا بلشت الكوبا ليبرتادوريز مع انترو عالمي صراحة، خلينا نشوفه سوا. مثل ما شايفين فيفا مهتمة بالليبرتادوريز وعملت لهم انترو حلو مع 82,000 حاليا. راح نركز على هاي المباراة القادمة بمجموعات كوبا ليبرتادوريز، على المستوى المطلق راح تكون صعبة وأنا أساسي مع ريفر بليت، يعني راح تجيني فرص إن شاء الله. فريقنا راح يكون قوي مو مثل الباطن. طبعا الترتيب، بلشت المجموعة وفريق فورتاليزا فاز أول مباراة، وحاليا نحن راح نلعب مباراة وإسماعيليستا تدريب وبشكل جدي فايت على التمارين عم يحاول. نعم إذا أول مرة هاي راح يختار الاسم مثل ما شفناها بالباطن. نعم إذا إسماعيليستا بعد التدريب الجاد شاف اسمه مرة ثانية، وهي بنا شفناها هاي بالحلقة الأولى، فخلينا نروح للمباراة ونلعب تحكم بإسماعيليستا. في مهاجمين، أنا على اليسار وبورخا على اليمين، في سيمول على اليمين، ديلا كروز هذا حلو هذا اللاعب، باركو، وفي معنا لاعبين على اللي نقدر نعتمد عليهم. وبلش هلا الحماس الحقيقي، هلا بلش. هيا بنا، هل سنسجل في اولى المباريات؟ ريفر بليت يا الله على الثيم. شوف اجواء الدوري الارجنتيني مولع مع الجماهير ريفر، اذا سجلنا راح يولع الملعب. الكره اسماعيليستا، اول كرات خلف المدافعين، خطيره، في حماس وفي اندفاع وفي جنون ارجنتيني. اسماعيليستا يحاول، اخذت راحتي بالفريق وقادر اصنع، وفي لاعبين عم يتحركوا معي، تمريره مرت، ما علينا، يلا البدايات اسماعيليستا. خذ لك نفس شوي وشوف هاي معلومات عنه، المركز، العمر 18 والجنسيه اسباني. هاي يا بنت طيره، شوف في رعاه، هلا هذول الرعاه انا اشتريتهم. 1-0 فورد، شوف حاطين لك فوق رعاه، ربما لاني انا فتت باستثمارات، ما لا اكيد، ولكن 1-0 في مروانة. يبدو بأن ريفر بليت بداية سيئة بالليبرتادوريس، ولكن في أمل، فريقنا قوي وراح تكون حماس كبير. خطيرة، والحارس بإذن الله أكيد عندهم أداء قوي. خطيرة للثاني، برافو الحارس، حلوين يا عيني. هون الانطلاقات، هون اللاعبين، يلا ريفر بليت للتعادل، مرر لي إياها صح يا ولد ساعة، والحارس هذه المرة لم يتصدى. 2-0، نعم خسارة أولى مؤلمة. يلا ريفر بليت، وصلوا لي كرة يا ريفر بليت، وصلوا لي يا ريفر بليت، أمامية كرة خطيرة، عادت مرة أخرى، يلا لسه هي أول الأهداف مع ريفر بليت. مرت وسط الميدان، مرور جميل بالمهارة، لمسة للأمام خطيرة ريفر بليت، فرصة للتسجيل، ربما الآن اسماعيليستا العارضة، ولعنة الحظ السيء مستمرة، كراتك في الباطن عادت اليوم مع ريفر بليت، يا لها من قنبلة. إذا المدرب بدلني وراح نحاكي المباراة، خسرانين 2-0 7 دقائق، فشو راح يسوي أصلا ريفر بليت؟ 3-1 سجل بورخا هدف، منيح المهاجم اللي نزل محلي ما سجل. طبعا مباراة سيئة لريفر بليت بشكل عام، ولكن ليبرتادوريس صعبة
فحاليا رجعني لبديل مستوى هبط شوي. إذن ترتيبنا بهذا الشكل المجموعة، الفريقين فازوا ونحن خسرنا مع أكتوبر ما بعرف شو FC. الحلقة القادمة راح تكون فيها مفاجآت كبيرة، ودمتم بألف خير.